مستشفى الساحل ورا هنا، عشان لو جالك غيبوبة سكر من هنا هنلحقك. يعني يلا واحدة بلح من عند ابو لولو امبر 1. امبر 1 هات يا باشا. ده ايه ده يا باشا بقى؟ صوبيا بالبلح. تعال اشرب صوبيا. طيب حبيبي يابا ازاي؟ حلوة برضو. شوف انت يا ابني يا ابني شكتك. بيعمل صوبيا بالمانجا وصوبيا بالفراوله وصوبيا بالفواكه وعصير مانجا وفراوله وعصير رمان كتير قوي. احنا عند ملك الصوبيا ابو لولو في شبرا في شارع الجسر جنب مطعم بيبو. يلا بينا نجرب وندوق ونشوف. انا نبدا بالصوبيا اللي بالمانجا دي. يا ده عم محمد اي خبز رجاله. حلوه حلو ميكس طعم المانجا مع طعم الصوبيا ده. لا رايق عصير فراولة على صوبيا، في قطع فراولة جوه. خلينا ندوق. بسم الله. ده حلو ده. حلو ده أحلى من المانجا. حلو مزازة الفراولة مع الصوبيا جامدة قوي. حط حتة فراولة كده مع طعم الصوبيا ده، طعم ميزز في مسكر، تركيبة جامدة قوي. صوبيا في الرايق. صوبيا في الرايق منه. دي صوبيا بقى فواكه، صوبيا موز على تفاح على كيوي. يعني صوبيا وعليها ايه قطع فواكه. التاكل دي ما تتشربش، دي محتاجه تتاكل. يتاكل اكل. يتاكل اكل. لا دي مش حاسس فيها بطعم الميكس بتاع الصوبيا. اللي بالمانجا واللي بالفراوله دول اروق. لا ثواني خش عليا كده كده وقول تاني. يلا واحده بلح من عند ابو لولو امبر 1. امبر 1 هات يا باشا. ده ايه ده يا باشا بقى؟ صوبيا بالبلح. هو تقريبا اي حاجه في مكسها مع الصوبيا هنا هتبقى جامده قوي. انا بس عايز ادوق يعني شويه صوبيا لوحدهم عاديين خالص من غير اي اضافات. بس ما تكترش عشان السكر كتير في رمضان غلط. ولا عشان اللي هيتبقى؟ لا عشان اللي هيتبقى برضه. معاك ناس برضه يا محمد. لا 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 محمد بس انا بصب في شويه قشطه وقع وكده. ايوه قشطه عليك. ده فراوله عظيمه. عظيمه بس ايه ده؟ شبرا يا ابني انت منين يا محمد اصلا؟ اشرب يا باشا. دي فيها قطع جوز هند، قطع كبيره كده. الصوبيا لوحدها جامده. ده بالنسبه لي افضلها عن اللي بالفواكه، عن اللي بالمانجا والفراوله. المانجا والفراوله كانوا حلوين، طعم الفاكهه مع الصوبيا برده كانت حلوه، بس لوحدها دي قطع جوز الهند الكبيره دي ليها تيست حلو قوي. كده يا محمد بس بس عشان عامل دايت. بص السنه من اول رمضان كل يوم تقريبا بشرب صوبيا تمام؟ اه يعني حاجات بقى يعني، بس بصراحه دي صوبيا، دي صوبيا رايقه قوي يعني بصراحه. كريمي جوز هند لبن مظبوط مش مسكر قوي. الازازه دي انا هاخدها وانا بروح. عايز تذوق ايه تاني؟ انا شايف ان الفراوله قطعه لوحدها دي غاليه. هي ماشي ازازه الفراوله غاليه شويه، بس انت شايف كميه القطع اللي فيها؟ ايه ده ايه ده؟ في لا لا الموضوع كبير. دي وقفت. قطع 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 بضمير كفايه. يعني بيتهيألي اقل حاجه فيها العصير هي قطع بس. انت عارف انا عاجبني الفانوس الكبير اللي وراك ده يا محمد. الفايبس بتاعت رمضان حلوه قوي. ما تقول حاجه يا عم عن المشروب اللي انت بتشربه ده. اصل ده بقى في الجامد منه. جامد قوي يا جدع. اه والله هو فعلا زي ما كنت بقول لك كده ان هو اقل حاجه فيه العصير قطع قطع. عمال بتاكل مش عارف تاكل ولا بتندغ. فريش قوي برضه سكرها مظبوط. كمل على طول زي ما انت. تعال اشرب صوبيا. طيب حبيبي يابا. مانجا بقى. بسم الله. انت عملت سايلنت ولا ايه؟ بس بصراحه الفراوله عجبتني اكتر، كان فيها قطع كده فاهم. دي معطوله شويه بس هي حلوه برضه. شوف انت يا ابني يا ابني مش كده. هي برضه المانجا رايقه، بس انا كنت متوقع منها احسن من كده بعد ما دقت الفراوله او بعد ما اكلت الفراوله. طب بقول لك ايه يا محمد، انا عندي اقتراح كده. ايه؟ شايف شويه المانجا دول؟ خد حط لي بقى شويه فراوله وشويه صوبيا ونقلب وتدوق وتشوف. يلا بينا؟ يلا. على فكره مش شغله يعني، ممكن افتح لك محل عصير بكره يعني. يلا بينا يا باشا ميكس احنا بنفسنا. بس 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 لا يا محمد. طب قلب بشوفك؟ تعالى نشوف الميكس العظمه ده. هو فخفخينه فعلا. ايه شوك؟
مستشفى الساحل ورا هنا عشان لو جالك غيبوبة سكر من هنا هنلحقك. هو في موز لسه معدي كده، ما اعرفش جه منين الموز ده، بس غالبا كده. اه والله في موز لسه معدي في بقي. اه الصوبيا لا الفراوله تقريبا في قطع موز. اه بس هو الميكس ده حلو، الميكس ده لازم لما تيجي يا تقول له يعمله لك يا اما تجيب انت الحاجه وتعملها. ميكس جامد قوي. بسم الله. حلو قوي ده يا جدع. اهم حاجه في التمر الهندي بالنسبه لي ان هو ما يبقاش فيه اي طعم مصطنع، اللي هو بيبقى طعم ملح الليمون ده. اه طعم التمر الهندي الاصلي والله فعلا طعم مزز كده، طعم طبيعي قوي. لا هو كان فيه دوم بقى بس انا خلاص مش قادر. مش قادر يا محمد انت ما شاء الله شربت بتاع 2 لتر عصير بس. لا ليه انا شاربهم لوحدي والله 2 لتر عصير شاربهم يا جدع. فحلو قال لنا كده حلوه تجربه ابو لولو بصراحه ما اديتش منها خالص. فانا التجربه بسطتني قوي. انت لو عايز تجرب عصاير بجد، عصاير فيها الطعم الاصلي بتاع كل حاجه ده. يعني ايه الطعم الاصلي؟ الطعم الاصلي بتاع كل حاجه ده، يعني الصوبيا فيها طعم جوز هند، فيها طعم لبن، فيها طعم ريتش، فيها طعم تقيل. هتجرب العصاير الرايقه دي عند ابو لولو في شارع الجسر في شبرا جنب مطعم بيبو. كمان هتتبسط قوي بالجو اللي احنا فيه ده، جو رمضان كده. الشبراويه بقى اللي بيجربها ابو لولو ما تنسوش تكتب لنا في الكومنتات ايه اكتر حاجه بتحب تشربها من عند ابو لولو. سلام.